بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ميريسا كاينه. اليوم باذن الله هذا الفيديو هو فيديو مشترك مع حبيبتي مريومه، صاحبه قناه وصفات مريومه، اللي هي اكيد تعرفوها لانها غنيه عن التعريف. ان شاء الله نزيدوا، نتمنى انكم تزيدوا تتعرفوا على قناتها، اللي هي قناه متنوعه رائعه فعلا، فيها تدابير منزليه، تدابير تجميل، تدابير يعني مختلفه، وفيها قنوات، فيها عفوا وصفات للطبخ. المهم هي قناة متنوعة. نتمنى أنكم تزوروا قناة حبيبتي مريومة اللي هي وصفات مريومة، أكيد حتعجبكم. اليوم أنا وحبيبتي مريومة اتفقنا أن نديروا لكم فيديو مشترك، اللي هو خبز التوست ولا لو بان دو مي، يعني كل واحد كيفاش يسميه. هو خبز خاص بالساندويتشات، يليق بزاف مع لوكوتي مع يعني ولادنا. نديروا لهم فيه يعني شوكولا تارتيني، نديروا لهم فيه فروماج، نديروا لهم كل واحد كيفاش يحب. كاين يحب يديروا دي ساندويتش، كل واحد كيفاش يحب يدير. المهم انا نجيب لكم اليوم الوصفه تاع خبز الباندومي. نبدا بسم الله باش نخدم هذا الوصفه. عندي هنا المقياس ولا المكيال اللي كيلتبي، اللي هو هذا الكاس. هذا الكاس اللي هو كاس عادي، يعني كيما نقولوا حنا ان فيغاو. انا كيلتبيه درت 4 كيسان فارينه نغربلهم، ودرت 2 كيسان مخلطين بين الحليب والماء دافي. 2 كيسان نفس الكيس، نفس الكاس، خلط بين حليب وماء، يعني تقدروا تقولوا كاس حليب وكاس ماء دافي، باش يعطينا خبز طري. عندنا هنا مغارفة كبيرة تاع سكر، هنا 2 مغارف تاع خميرة فورية ولا خميرة الخبز، 2 مغارف كبار تاع الزيت، وهنا عندي ملح بمقدار مغرفة تاع العشاء. نبدأ الوصفة مباشرة. الوغ نحكم بسم الله المكيال تاع الحليب والماء، نفرغو. نبدا بالمواد السائله، ندير لهم 2 مغارف كبار تاع الخميره فوريه، ندير لهم مغرفه كبيره تاع السكر، نخلط هذا الخليط ونغطيه، نخليه يريح من 5 إلى 10 دقائق، يعني نخلي هاد الخميرة ريحات تتفاعل. هكذا راني غطيته بكيس بلاستيكي ولا بابي فيلم، 10 دقائق نرجع له. ألوغ هنا بعد ما فاتت مدة تاع 5 دقائق، أنا خليتها 5 دقائق، نشوف هنا بلي المواد بدات تتفاعل. نروح هنا الكمية تاعي تاع الفارينة، أنا هنا عندي 4 كيسان تاع الفارينة رايحة نغربلها. نضيف عليها مغرفة كبيرة تاع الملح. الملح نحطه في هاد لو مومون مع الفارينة. نضيف 2 مغارف تاع الزيت، المغارف كبار تاع الزيت، ونحط هذا الخليط يتعجن. انا حنحطه في العجانه لو بيترا، اللي ما عندهاش لو بيترا ما كان حتى اشكال، تعجنوا عادي يعني هكا بيدها. يعني احنا باش نختصروا الوقت، كاين ناس يقولوا لي حبينا نعجنوه بالبيترا اسكو نقدروا ولا لا. لا انا نقول لكم عادي تقدري تعجنيه في لو بيترا، ولا ما عندكش لو بيترا تعجنيها بيدك. هنا كل وحده والفارينه تاعها اسكو تشرب ولا لا. لا انا هنا نشوف بلي لازم نزيد لها شويه برك تاع الفارينه، لان هاد الفارينه نوعيه جديده ما نعرف لهاش، راني نشوف فيها ما شربت ليش، دونك نزيد لها غير شويه تاع الفارينه. هكذا زدت لها ميم با نص كاس تاع فارينه، هكذا قسمه يعني نشوفها تتلم. على هذه اللي قلت لكم كل فارينه تختلف النوعيه تاعها، كي نشوفوها مخصوصه شويه نقدروا نزيدوا لها، ما كان حتى حرج. هاي ليك العجينه تاع الباندومي لازم تكون طريه بزاف، لازم باش يجينا خبز هش. هاي ليك انا دركا اللي عندها بيتران تعجنها في البيتران، اللي ما عندهاش كما قلت لكم تعجنها شويه بيدها تدلكها. نعاود نولي بعد 10 دقائق. اذا نحطها تتعجن مده 10 دقائق في العجانه ونولي.
الوغ هاي لك العجينه تاعي بعد ما تعجنت 10 دقائق في البيتخا ولا في يدكم كيما حبيتو. رشوا عليها الفرينه هكا من الفوق هكذا تتغطى، ونخليها نغطيها ونخليها تخمر يعني جوسكا سكال دو يعني الفا دوبلي دو فوليوم حتى تضاعف في الحجم تاعها. نغطيها ونعاود نوليها. اذا هاولك الخبز تاعي بعد ما خمر، شوفوا الله يبارك كيفاش جا كيفاش طلع. نحط هنا ندهن يدي بالزيت ونهبط الخبز، ندهن يدي بالزيت، نستعمل لاكورن هذه. لاكورن راهي تساعدكم بزاف في صناعة المعجنات، يعني ننصحكم انكم تشروها لانها كما قلت لكم تساعدكم. هنا نحط شوية زيت ونهبط هذيك تاعك، تشوفوا شحال طرية. هادشي اللي يخرج لكم العجينة تاعكم ولا الخبز تاعكم هش تماما. خبز التوست ولا بان دومي لازم يكون طري 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 بزاف. نشكل هذا الشكل يعني مستطيل، نديها بالزيت ندير هكا مستطيل كما راكم تشوفوا، نحكم هكا الطرف هذا والطرف هذا، نخدم لاكوبات كي نشوف العجينه لصقت لي نرفد بلاكوبات لاكورن هكا نركز منها، نزيد نرفد هاد الجزء هذا السفلي نحطه هكا نغلق عليه، نزيد نرفد هاد الجزء العلوي ونزيد نغلق هايليك. نهبط هكا لاباط تاعي، شوفوا شحال طريه. هذا ما تخافوش دهنوا بيدكم ما تخافوش، حيساعد لكم بزاف الخبز الطاس تاعكم باش يجيكم الشباب، يجيكم من اروع ما يكون. نهبط هكا نزيد نرفد هاد الجهه هكا هكا ونغلق عليها بهذا الكف تاع اليد، يعني كي شغل راني نسوديها. نزيد نغلق عليها اون دوزيام فوا، نزيد نسوديها هكا هكا. نجيب لوبلا تاعي تاع الكيك اللي دهنتو بالزبده، راكو تشوفو دهنتو بالزبده فقط من لي كوتي، وهنا فرشتلو بابي كويسون هاد الجهة هادي. شوفوا مليح معايا الآن، هاد الجهة هادي اللي سوديتها في الأخير هي اللي حتكون من التحت. فوالا ناخدها نحطها من التحت باش نتفادى انو الخبز تاعي انو يعني يترتق لي في الكوشة. ندهن هكا يدي بالزيت ونهبط العجينة تاعي، نبلاطيها هكا نبلاطيها كومبليتمون، ونعاود نخلي الخبز تاعي يخمر اون دوزيام فوا. لكن قبل هذا شوفوا مليح معايا واش ندير. الوغ هنا الخبز تاعي راهو حيخمر، انا نخليه يخمر كي يلحق لي الخبز لو نيفو يعني سوا سوا مع لو نيفو هذا تاع لو مول. كاين دي مول يعني احنا حنوريكم هاد لاستيوس، لانه كاين دي مول الخبز باندومي عنده مول تاعو سبيسيال اللي يتغطى من الفوق، يعني يجي عنده غطاء تاعو. اللي عندها هاد لو مول يعني اللي تقدر تحصل عليه تغلقو عادي، كي ما تغلقش توت سويت، يعني كي تشوفو خمر الحق حتى لو نيفو تغلق عليه لو مول تاعها. اللي ما عندهاش لو مول نعطيكم حيله، ندير هنا بابي كويسون. علاش ندير بابي كويسون؟ باش العجين ماهوش حيلصق لي. نحط هنا ان بلاطو، ندير بلاطو، نجيب حاجه ثقيله مثلا كيما هذه علبه ثقيله نعمرها بالماء باش لو بان تاعي دومي لو بان دومي ما يزيدش يطلع فوق المستوى اللي راح فيه. اذا هذه نديرها كي نشوف خبز الخميره باردون خبز التوست تاعي الحق لو نيفو، نستعمل هاد لاستيس ونطيبو على درجة حرارة 180 درجة، يطيب بالعقل.
كي يعني نشوف لي كوتي تاعو تحمروا، نقدر نشعلو من الفوق اذا كان مازال ما تحمرش، واذا كان لو فوغ تاعكم يعني النار تاعو مليحه سا ديبون لو فوغ يتحمر وحده. هذه هي، نتلاقاو ان شاء الله من بعد كي يطيب لو بان دو مي تاعنا باذن الله. اذا هاو لك خبز الطاس تاعي بعد ما طاب، ها هو، هاو لك نحيه، شوفوه من الفوق كيفاش جا. الوغ مادام هو هكا راهو سخون، واش ندير؟ نحكم نوازيت تاع لو بوغ، يعني هكذا زبده، وندهنها به وهو سخون. راح ندهنو بشويه تاع زبده، مادام راهو سخون راح ندوب عليه يعني تمتم هكا، وندهن مام الاطراف هكا في لي كوتي باش يجينا هشيش، يعني لابو تاعو من برا تجينا خفيفه هكذا. ودركا نغطيه بفوطه نظيفه، نخليه يبرد وهو مغطي، لازم يبرد وهو مغطي، نرجع لكم من بعد ان شاء الله. اذا ها هو خبز الطاست تاعنا ولا بان دو مي، كل واحد كيفاش يحب يسميها، راه حاضر معنا، راه جاهز كيما راكم تشوفوا. انا خليته تماما يعني برد كومبليتمون باش قطعتو الخبز هذا، لازم يريح يبرد تماما باش كي تقطعوه يعني يقعد حكم روحو ما يتفتت لكمش. وتقطعوه اكيد موس من شعر، هاوليك كيفاش يجينا خبز الطاس تاعنا ولا بان دو مي. شوفوا يعني الطراوه تاعو، هاوليك يجي هش، يجي خفيف، نديروه كيما نحبو حنا، نحبو كان يحب يديرو دي ساندويتش، كان يحب يديرو يعني بالفروماج، كان يديرو بالشوكولا تارتيني، كل واحد كيفاش يحب يديرو. المهم هذا هو خبز التوست، نتمنى ان شاء الله يا ربي انه يعجبكم، نتمنى انه هذا الفيديو تعجبكم. كما قلت لكم هذا الفيديو هي باشتراك مع حبيبتي مريومة صاحبة قناة وصفات مريومة، راني نحط لكم رابط القناة تاعها اسفل الفيديو في صندوق الوصف لابوا دو ديسكريبسيون. نتمنى ان شاء الله انكم تزوروا قناتها، راني متاكده بلي تعجبكم. وفي الاخير نقول لكم نتمنى انكم تدعمونا يعني وتشاركوا فيديوهاتنا باش تعم الفائده على الجميع. في الاخير نقول لكم اشتركوا في القناه، والى اللقاء، ما بقى لنا نقول لكم الى موعد اخر من وصفات ميليسا كاهنه، وسلام.